قضية هي كلها تتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي التي تشرف على كل مجريات العملية الانتخابية، وعندما يكون فيه خلل سوف تتصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسلطة ضبط السمع البصري، هي التي تتكفل يعني باتخاذ التدابير التي ينبغي اتخاذها تجاه القنوات السمعية البصرية. ولكن بخصوص الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فالمادة 80 في قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية يخول وزارة الاتصال لكي تحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية. والتقينا يعني مع جل وسائل الإعلام في العديد من المرات، وتم تنظيم حتى ملتقى يعني مع المحكمة الدستورية، وشرحنا فيه كل ما يتعين على الصحافة القيام به. وأنا أتمنى أن لا تكون فيه يعني تجاوزات، وأن يكون فيه احترام كبير لأخلاقيات المهنة، وتمر الأمور بسلام، ووسائل الإعلام كلها مدعوة بهذه المناسبة إلى يعني شرح كل المراحل العملية الانتخابية للمواطنين، وشرح برامج المترشحين للمواطنين، وإبراز أهمية الانتخابات بالنسبة للبلد.